السلام عليكم يا اخوان، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ كل شيء مزيان؟ معكم ياسين من قناة ياسين ليجند سي او سي. اليوم يا اخوان اول فيديو ليا، غادي نديرو بالتعليق على الكلاش ان شاء الله، وكنتمنى منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش تدعموا القناة، وان شاء الله غادي ندير داكشي اللي يعجبكم. يلاه معنا باش نشوفوا. اليوم غادي نتكلم لكم على الهجمات الجوية ان شاء الله. يلا الهجمات ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنايا، الهجمه ان شاء الله غادي تكون بالدراغونز مع الخفافيش. كيف ما كتشوفوا غادي يتم التنظيف على اليسار الشاشه بالملوك، الملك والملكه والبيبي دراغون. اوكي، الملك يدخل النسر، ويمين الشاشة تنظيف بالإلكترو دراغون. اوكي، خاصيات الملك، الدعم يخرج يعني، وكما كتشوفوا دراغونز يعني مباشرة من وراء تاون، يعني في وسط التصميم. والتاون يعني كيف ما كنعرفوا كاملين، غادي يصيفط ليه الطيارة يعني مع استعمال خاصيات الواردن والتورنيدو. كما تشوفوا ملكة الخصم ماتت يعني، وكان عليه يحط فريز على الرابوز يعني على اير سويبر، والريج للتاون هول يعني التاون يروح مع الريج. اوكي، الخفافيش على الويزارد والانفيرنو السينجل، ويعني ومازال محتفظ بالرويال، ممكن يصيفطها في اي جهة. اوكي، دابا عاد حط الرويال يعني في الاخير، وكان ممكن انه يوفر رويال شامبيون. وكيف ما كتشوفوا يعني الهجمات الجوية في هاد يعني بعد التحديث الاخير يعني من احسن الاستراتيجيات. وكيف ما كتشوفوا يعني ثلاث نجمات يعني نقدروا نقولوا سهلة. اوكي، دابا يلا بينا باش نشوفوا الهجمه المواليه. وكيف ما كتشوفوا اليوم في هذه الحلقه الاخوان، غادي نوريكم يعني غير استراتيجيات التنانين، وكل استراتيجيه مختلفه عن الاخرى. كيف ما كتشوفوا هنايا، واحد زلزال، خمسه خفافيش، واحد برق، ريج، ثلاثه فريز، واحد سم. يعني غادي يصيفط رويال شامبيون يعني على يسار الشاشه، ويستعمل الزلزال البرق يعني باش ينظف جهة اليسار، وممكن يصيفط الملوك كيف ما كتشوفوا على الجهة اليمين مع الوول بريكر يعني باش ينظف اليمين، وفي الاخير يصيفط التنانين في الوسط يعني كما العادة يعني يخليو التنانين حتى يدخلوا لداخل، ويصيفط الطيارة من بعد، والدعم يخرج حط عليه السم يعني. ودابا كيف ما كتشوفوا صيفط الطياره اخونا هاكر، وديما يعني خاص الاخوان اللي كيهجموا التنانين والطياره للتاون يعني لازم يلعبوا على سويبر، يعني لازم يعني تمشي من وراء سويبر. الحين تاون انكسر، والخفافيش على المنجنيق، لازم يحط فريز على الويزارد. اوكي، حط الفريز على الويزارد، وكيف ما كتشوفوا يعني الخفافيش راح غادي تشيل كاع الدفاعات لوحده. اوكي، دابا الفريز على الاير ديفنس، لان الاير ديفنس على التنانين يعني صعب. وكيف ما كتشوفوا يعني بقى غير التنظيف. هاد الاستراتيجيه ديال الدراغونز يعني استراتيجيه قويه من بعد التحديث الاخير. وكيف ما كتشوفوا يعني بقى غير التنظيف، التصميم راح ثلاث نجوم يعني بالسهل. يعني اللي كيهجم جوي احسن استراتيجيه واسهل استراتيجيه هي استراتيجيه الدراغونز.
اوكي، كيف ما كتشوفوا يعني باقي غير وان باش نديروا تسريع الهجمه، كي راه باقي غير التنظيف. اوكي يلا معنا باش نشوفوا الهجمه المواليه.